بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية نحن جئنا إلى هذا المكان لنعلن أربع نقاط. أولا أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع وليس المصدر الرئيسي، لأن كلمة رئيسي كلمة مطاطة وكلمة لا يرجى من ورائها خير الإسلام، إنما كلمة المصدر الوحيد يعني لا يحكم إلا الإسلام. فنحن نعتقد أن الإسلام هو الشريعة التي ينبغي أن تحكم الأرض وأن تحكم الناس، هذا أول أمر. الأمر الثاني، نريد أن نقول للعسكر أن يسلموا السلطة بهدوء وبدون أي احتكاكات وبدون أي خصومة مع الشعب ومع أفراد الشعب. نريد أيضا أن نقول إن هناك إخوة أسرى داخل السجون وخلف القضبان لا ذنب لهم إلا أنهم قالوا ربنا الله، ولا زالوا داخل السجون ولا أحد يعلم عنهم ولا أحد يعرف عنهم شيئا. هم داخل السجون لا لشيء إلا لأنهم يعلنون الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. نقول نريد إخراج هؤلاء الإخوة المسلمين من السجون، لا سيما أنهم حكموا بقوانين عسكرية باطلة ظالمة ولا زالوا داخل السجون بسبب هذه القوانين. إلغاء المحاكم العسكرية، لأن المحاكم العسكرية، وجود المحاكم العسكرية أن الإنسان لا يأمن على نفسه ولا يأمن على أهله ولا يأمن على أولاده في ظل الأحكام العسكرية أو المحاكم العسكرية أقصد. أيضا أريد أن أقول لكل العالم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن الإسلام عائد لا محالة، فلماذا يخافون من الإسلام؟ إن الإسلام حينما يحكم فالعدل يسود والرحمة تسود وكل الخير يسود، فلماذا يخشى الناس ولماذا يخافون من الإسلام؟ مع أن الإسلام لا يظلم أحدا ولا يأخذ مال أحد ولا يهتك عرض أحد ولا يضرب ظهر أحد، فالإسلام هو الإسلام، هو دين الرحمة الذي قال الله عز وجل عنه إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى للخلق جميعا. قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأقول للذين خافون من الإسلام، هل أنتم لصوص حتى تخافون من قطع الأيدي؟ هل أنتم تشربون الخمر حتى تخافون من جلد شارب الخمر؟ هل أنتم تقتلون بغير حق حتى تخافون من القتل؟ إن الذين يخوفون الناس من الإسلام هم أعداء الإسلام، هم المنافقين الذين يعيشون من بيننا، الذين قال الله عز وجل عنهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالذي يصد عن الإسلام والذي يصد عن تطبيق شرع الله هو من المنافقين بنص القرآن الكريم. وهذه كلمة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يفك أسرى المأسورين وعلى رأسهم الدكتور عمر عبد الرحمن والأخت عافية صديقي من سجون أمريكا، ويفك أسر المأسورين في سجون مصر على رأسهم الشيخ المهندس محمد الزواهري شيخ أحمد سلامة والإخوة جميعا. أسأل الله أن يكونوا بيننا خارج الأسوار قريبا، وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم توفيق العفني بورسعيد.